بحبك لانك اجنبي ومش عم تفهمي علي ولا كلمه عم في عنا تلفزيونات في عنا كونسيرات في عنا عالم متكلين علينا ممنوع الغلط في عندك مسؤوليات معينه لازم تقوم فيها فوقتك منو لك نوسا نوسا عسيم شباب مثلك اول شيء عندهم ميلانين كثير كيف فيه يخير عاطه حتى يوفر طاقته يعني مثلا زي اللي عم يحضرونا على التلفزيون يطفوا التلفزيون من الاخر مع بيير رباط لحد 10 الاربعاء على الام تي في